رئيس المجلس الجماعي هو رجل بامتياز للركوب على انجازات الغير، ولا منجز ولا مبادره. وغادي نعطيكم بالادله انطلاقا من جدول الاعمال ديال الدوره اللي غادي نهضروا عليه اليوم. هذا الرئيس المجلس الجماعي راسلنا كاعضاء المجلس الجماعي بجدول اعمال فيه بعض النقاط كما شارت الاخت الكريمه. النقطه الاولى هي ديال فتح الحساب الخصوصي. فاش كنهضروا على فتح الحساب الخصوصي للنقل والتنقل غادي يجرنا الكلام للنقل الحضاري بمدينه فاس. هاد السيد فاش جا مع الموجه ديال 8 شتنبر شنو قال؟ كما قلنا له في الدوره خلا واحد المنهجيه واضحه وواحد العمل حصل فيه واحد التراكم، عوض انه يكملوا ويخرج عند الساكنه بخطاب صريح يقول لهم شنو كاين. شنو اختار هو؟ اختار انه يخرج ويحقق هذيك الشهره الظرفيه ويدير ما يسمى بالبوز، معناه انه قال انه سيسلك في حق الشركه واحد المسطره قضائيه. علاش؟ قال لك سيدي هاد الشركه خصها تخلص 10 المليون سنتيم على كل نهار كتاخر فيه، ما كتوفيش بالالتزامات ديال الاستثمارات ديالها، وهاد الشركه الا ما دارت شي هاد الشيء والا ما جابتش داك الحافلات خصها تمشي بحالها، وخصها تمشي بحالها. ومشى صيفط لهم الانذار الاول والثاني حسب الروايه ديالو. من بعد جينا في واحد الدوره قلنا راني دابا وصلت معاهم ل 174 مليار، حسبوا لي دابا من البدايه ديال العمل ديال هذا المجلس لدابا بالمعدل ديال 10 المليون ديال السنتيم شحال خصو يكون وصل دابا. في حين ان الحقيقه ماشي هي هذه، حنا في دوله ديال الحق والقانون، خصنا نحترموا فيها المؤسسات، خصنا نحترموا فيها العقده، خصنا نقولوا للساكنه ديال المدينه ما يمكنناش اننا نديروا التحايل عليهم ونضحكوا عليهم كما كيدير هذا رئيس مجلس الجماعي. وانا غادي نعطيكم بالادله، كان خصو يخرج عند الساكنه ويقول لهم هاد الشركه ديال النقل الحضاري تدارت معها واحد العقده في 2012، هاد العقده تبين فيما مضى للمجلس اللي كان قبل مني ان فيها لا توازن، فيها مجموعه الاختلالات. شنو هي هذه الاختلالات؟ لا الحوايج اللي التزمت بهم الشركه ما يمكن لهاش يتحققهم، والحوايج اللي التزمت بهم الجماعه ما يمكن لهاش يتحققهم. نموذجا، واش الجماعه قاده انها تنقي المناخ من النقل السري؟ واش الجماعه والميزانيه ديال الجماعه قاده انها توجد طرق خاصه للطوبيسات؟ هكا خصنا نهضروا مع الساكنه ونوضحوا لهم. واش الشركه قادة انها تلتزم ذاك القيمة ديال الاستثمار اللي التزمت بها؟ وهذا الشيء هي النتيجة اللي وصلنا لها فاش جلسنا معاهم في 2016، لأن علاش؟ جينا لقينا واحد العقد حنا ما عندنا حتى شي علاقة به، ولكن فاش درنا له الدراسة ودرنا له في التمحيص لأننا ما كناش راضيين على النقل الحضاري بالمدينة، ودرنا مكتب دراسات محايد وخرج لهذه النتيجة، قال أن هذا العقد غير متوازن وما يمكن له شيء يطبق. شنو هي المنهجيه اللي تبعنا؟ المنهجيه اللي تبعنا مشينا اننا كنشتغلوا على عقد ملحق لهذه الاتفاقيه يكون تعديلي باش يصحح هذه الاختلالات. شنو هي الاختلالات؟ هو انه درنا اعاده التوزيع ديال الشبكه ديال النقل في المدينه، ان الاحياء اللي ما كانت شيء مربوطه ربطناها، اقترحنا انها تربط. نموذجا هو الربط ديال جميع المقاطعات بالمركب الاستشفائي الجامعي، هو الربط ديال الاحياء اللي ما كانش كيوصلها النقل الحضاري بالشبكه ديال النقل الحضاري. ثانيا هو التوزيع ديال القيمه الاستثماريه بواحد الشكل يمكن تطبيقه بالمعدل ديال 50 حافله كل سنه على مدار 3 سنوات. النقطه الثالثه هو اننا قلنا لازم المراجعة ديال الأثمنة ديال النقل الحضري بالمدينة، ومشينا أن هذا الشيء هذا كان غادي يبدا في 2019، لكن نقطة الخلاف اللي كانت عندنا مع الشركة شنو هي؟ هو التمديد. الشركة بقات مصرة كتقول أن إلا بغيتوا هذا الملحق نزلوه ونمشيو فيه خاصكم تمددوا لي. حنا كان عندنا التمديد خط احمر ما يمكنناش نمدو. علاش؟ لان بالموازاة مع هذا الشيء اشتغلنا على ما يسمى بمخطط التنقل الحضاري،
بمخطط تنقل الحضري اللي فيه واحد المجموعه من المشاريع اللي ما يمكنلكش انك تربط المدينه وترهان المدينه بواحد العقده اضافيه وانت عندك مشاريع اخرى غتدخل لحيز التنفيذ. وفاش اختلفنا لجانا لوزاره الداخليه المديريه ديال الجماعه الترابيه، المديريه ديال الجماعه الترابيه قالت لك اعطيني واحد الوقت باش انا ندير الدراسه ديالي، لان مثل هذه العقود لا ما كيكونش انه اللي كيوقعها هو السيد الوالي ولا اللي كيأشرها هو السيد الوالي، التأشير ديالها بيد السيد وزير الداخليه. هذه هي العقود ديال التدبير المفوض. ومشات وزاره الداخليه ودارت الدراسه ديالها ووصلت لنفس الخلاصه اللي وصل لها المجلس الجامعي. علاش؟ لان عندنا الكبده على المدينه، لان كنخدموا بلا ما نحسبوا. حتى هما قالوا انه ما يمكن لكم شيء تمدوا هذا العقد، ولغات هذاك الملحق اللي كنا غنديروا. وشنو الصيغه الجديده اللي جات؟ وهي اللي لقى العمده فوق البيرو ديالو اللي خصها تعرف الساكنه د فاس، لقى واحد الحل. شنو هو؟ هو ان المدينه النقل الحضري غيتم الدعم فيها بما يقارب تقريبا 200 مليار 20 مليار من طرف وزاره الداخليه، والمقابل ديالها من طرف الشركه، باش اننا ندخلوا في الاسطول ديال المدينه ما يقارب 200 حافله. 200 حافله في المدينه في ظرف ديال 6 شهور او 10 شهور. على ما يوصلوا هذه الحافلات الشركه ملزمه انها تحضر 50 حافله باش تغطي الخصاص. جا السيد العمده وخلى هذا الحل هذا ودخل الساكنه في واحد الدوامه لمده سنه وهو كيكذب عليهم وكيضحك عليهم. وفاش راسلهم وزير الداخليه وقال لهم خصكم تجاوبوني على المقترحات اللي عطات الشركه انذاك، الا بقيتوا عاقلين ولينا كنشوفوا البلاغات ديال الليل، لان الاتصال كيتصلوا بهم كيقولوا لهم اشنو تخرجوا، ولاو كيتراجعوا على داك الشيء. وجاو ورضاوا بداك الشيء. هو الحل اللي غادي يكون دابا، هو الحل اللي غادي يكون. ستستمر الشركه وستنفذ الحل اللي تكلمت لكم عليه. اذا اليوم كنسالوا العمده فين هي ال 174 مليار اللي وعدتي بها الساكنه؟ فين هي الجزاءات اللي وعدتي بها الساكنه؟ هذا الملف ديال النقر، وكان مرتبط بالنقطه الاولى اللي جاب في هذه الدوره.